بأمر وتنتقلنا للبرقية من قاعة المواصلات المركزية نفادوا أن هاد الأشخاص تعرضوا للعنف لأنه كسر المسؤول الفك ديالو. انتقلنا على وجه السرعة رفقت باقي العناصر الأمنية ديال الطاقم ديالنا الحي دربغلة بالضبط على المسؤول ديال الحوادث، حيث بموجب البرقية اللي توصلنا بها المواصفات ديال المعني بالأمر واللقب ديالو اللي توصلوا لي بعد العناصر الأمنية اللي كتحرص على تقليل المعلومات. التقنا الحي ضرب غلف على مسؤول شارع واطو وتبقى المواصفات ديال المعني بالامر واللقب ديالو. قمنا بعمليه ديال التحريس بعين المكان، اسفرت ايقاف المعني بالامر. المعني بالامر كان في حاله تخدير جد مفرطه، تم الايقاف ديالو والتصفيه ديالو مباشره. تم احاده على المركز ديال الاستمرار ديال دائره غاند. انا ما كنشفرش بيدي عادي في ما كنشفرش انا احمر وزع Gracias.